بعد العدد الأول الذي خصص للتعبيرات الثقافية للمكون اليهودي من الهوية المغربية، يعود القسم الثقافي لقناة ميديان تيفي ليلقي الضوء على أحد أبرز المكونات الأساسية للهوية المغربية، ألا وهي الثقافة الحسانية. هكذا سيبث برنامج تمغربيت على قنوات ميديان تيفي المباشرة، ميديان تيفي عربية ومغاربية، وميديان تيفي الأفريقية، وأيضا عبر قنواتها الرقمية باللغتين العربية والفرنسية. ستبث يوم الخميس 8 أبريل ابتداء من الساعة 9 مساء على مدى ساعتين أمسية ثقافية استثنائية لاستكشاف التراث الحساني وتاريخه وجذوره وذاكرته الشفهية، وكذلك بصمته في الثقافة المغربية المعاصرة من خلال طبق متنوع وغني على مدى ساعتين من الزمن، يضم تقارير وأفلام وثائقية وشهادات ونقاشات مع مؤرخين وباحثين ومثقفين وفنانين وخبراء دوليين.